إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند بعض الأسئلة التي يعني تطرح على الساحة على كيفية العلاج، وطبعا الأسئلة المتعلقة بمرض السحر والشيطان، وهل الشيطان اخر يعني سؤال توقفنا عنده، ويمكن قلت السؤال ده محتاج ان احنا نفرد له حلقات ونتكلم فيه بتأصيل. ان شاء الله النهارده هنحاول بقدر الامكان ان احنا نتكلم عن يعني هوامش منه او خطوط عريضه. هل الجن يتلبس بالانسان ولا لا؟ وايه الدليل من الكتاب والسنه والناس اللي بتقول الجن ما بيلبسش وبيأثر على الانسان من الخارج؟ في ناس بتقول لك ده مس بس، والمس غير اللبس، والجن ده بس ده مجرد طائف او شيء نفسي بيلبس الانسان. واحد يقول لي انا بنعالج، الناس اللي بتتكلم وتقول انا انت ما بتعالجش بالقران، وبيعتقدوا ان علاج السحر بالقران، وبيعتقد ان الجن طبعا ما بيطلعش غير مثلا بالضرب والاهانه والتعذيب، واللي بيقول لك انا بنحبس الجن في جزازه ونربط عليها، والتاني بيقول لك انا خليته اسلم وراح السعوديه، والتالت بيقول لك انا اصلا خنكته لما خلاص فصلت الاكسجين عنه وبعد كده الجن خاف يموت ومشى، والتالت بيقول لك انا بنقدر نسيطر على الجن كلهم محدش يقدر ياثر عليا. طبعا دي طبعا كل واحد بيتكلم بصوره او بشكل هو اقتنع بيه، لكن احنا في برنامج لا يفلح الساحر وبرنامج كيد ساحر احنا اتفقنا مع المشاهدين ان لازم نأصل المسائل تأصيل شرعي عشان خاطر يبقى الموضوع متناسق يعني فكريا وعقليا ونفسيا مع الواقع اللي احنا عايشينه. طبعا في ناس بتتكلم يقول لك انت بتعالج السحر بالاعشاب، وناس تاني يقول لك اصلا انت ما بتقرأش علي الرقية، وواحد تاني يقول لك لا انت يا عم لا بركت علاجك كده مش نافع عشان علاجك ممكن يكون مكلف عليا شويه. طيب انا عايز الناس تفهم يعني ايه سحر الاول، عشان خاطر لما نقول لك ان ده مرض والمرض ده لازم يتعالج الاول عضويا يبقى تفهم يعني ايه علاج. طبعا انا من الحاجات اللي كنت طبعا متحفظ فيها شويه، وبنقول لا انا ما ينفعش نعرض الحاجات اللي انا او نتكلم فيها او بنعالج بيها حد يعرفها. ليه؟ لانه ممكن حد يعالج بيها يضر الناس، او يقول لك لا ده اصلا الحاجات دي غاليه عليا جدا انا ما اقدرش اتعالج بيها. طب انت حياتك مقابل مثلا علاج وليكن سين ب 500 جنيه او 1000 جنيه مثلا، حياتك مقابل المبلغ ده، او حياتك مقابل انك تروح لمركز تتعالج فيه؟ انت ممكن تروح تعمل اشاعه واثنين وثلاثه، ومجرد ان دي اشاعه بس موضوع بسيط جدا بتدفع 5000 10000 عشان تعمل اشعه بس، والاشعه دي مش بتفيدك بحاجه، ممكن تروح بيها للدكتور، الدكتور يقول لك اشعه ما فيهاش حاجه، مجرد انك تطمئن بس على نفسك يقول لك انا بس عايز نطمن فروح اعمل لي الاشعه الفلانيه. ممكن والدكتور ممكن يكون متاكد ان الاشعه ما فيهاش شيء، لكن هو عايز يتاكد اكتر، فانت بتروح مستعد نفسيا ان نعمل اشعه عشان نطمن على نفسي. طب لو انت مصاب فعلا بسحر والسحر ده فعلا جاب لك جميع الامراض ولازم تتعالج منه وتخلص منه، طب انت هتصبر لما السحر يجيب لك مرض لا يعالج طبيا كمان؟ لما بنتكلم بنقول لك ان السحر ده مرض حقيقي موجود محسوس في جسمك انت، يعني حاجه عضويه، حاجه لازم تعالج، لازم تخرج من جسمك زي ما دخلت جسمك. ففي شيوخ يقول لك لا يا عم السحر ما بيتعالجش بالاعشاب، هو حط في دماغه فكره ربط بين الاثنين ان السحر هو الجن. يعني انا دايما حتى في شيوخ حتى على جميع القنوات بيتكلموا في المسائل دي، ربط ان العلاج بالقران فقط. انا معاك علاج الجن بالقران فقط، وده ما فيهوش كلام وما حدش يقدر ينكره ولا حد يقدر يعني يزوم في القران او يمدح في غير القران. يعني ممكن واحد يمدح لك في الاعشاب او يمدح لك في علاجه ويترك القران، لا ده دي خلاف للسنه وخلاف للواقع. لكن علاج الجن قولا واحدا هو القران، فيهاش كلام. طيب علاج السحر
هنا الكلام. ليه؟ ليه؟ ليه أنا بنقول لك علاج السحر لازم نتكلم فيه؟ لأن السحر مرض، والمرض ده بيأتيك بأمراض عضوية، يبقى لازم تعالج السحر بأمراض بأشياء محسوسة الأول. أنت شربت سحر والسحر ده دخل على الخلايا عندك، أثر على معدتك، أثر على المفاصل عندك، أثر على دماغك، خلاك تحلم، خلاك تعمل كذا، أثر على تفكيرك، أثر على الجهاز العصبي عندك. أنت اديتني رقية استحميت بيها، مال الرقية ومال الحاجة اللي جوه معدتي؟ مال الرقية والالتهاب اللي دخل جوه في معدتي؟ مال الرقية ومال الالتهاب اللي دخل جوه في جسمي؟ أنا عايز الناس تفهم. أنا معاك إن الرقية هتعالج الجن، هتطلع الجن، وأنا برضه بنقول لك إن الجن السحر مش هيطلع بالرقية لوحدها، جن السحر طلع له السحر الأول، يبقى نظف جسم الإنسان من النجاسة اللي داخل جسمه الأول، وبعد كده طلع الجن بالقرآن. تمام؟ يبقى الجن ده معاك انه هيطلع بالقران، اقرا عليه براحتك، واقرا الرقيه براحتك، واقرا كل القران عليه براحتك، لكن ده جن. طيب انت ليه حطيت في دماغك وحدت المساله ان الجن هو السحر؟ ليه؟ طب ليه عند الساحر بيأصل وبيفصل المساله؟ بيقول لك ده انا عملت له بلسم. ايه البلسم؟ مال البلسم اللي دخل جسمك انت كلته وشربته واندفلك او اترش او غيره، مال المكلف او الخادم؟ الغريب ان اللي بيقول الكلام ده يجي يقول لك اصلا في بلسم السحر وخادم السحر. ده الغريب، ان هو يعني في كلامه، فحوى كلامه، يقول لك اصلا انا بنعالج خادم السحر. طب بتعالج خادم السحر بايه يا استاذ؟ بالقران. كلام سليم وكلام طيب وانا معاك. طيب بلسم السحر بنعالجه بالقران، يبقى انت فاشل. فاشل ليه؟ يبقى انت مش قادر تفرق بين البلسم، بلسم السحر اللي انا كلته دخل عمل التهاب في معدتي، عمل لي صداع، نقص الاكسجين في جسمي، اثر على الكلى، اثر على الكبد، اثر على مفاصلي. يبقى انت مش هتعالجه بالقران. معنى كده ان احنا خلاص هنوقفه كل المستشفيات، هنوقفه كل الاطباء، ونقوله خلاص احنا هنعالجه كله بالقران. انا معاك ان القران شفاء، شفاء لما ربنا يريد انه يشفيك بيه. لو ربنا اراد ان شفاء السرطان بالقران كان خلاص يبقى شفاء القران السرطان بالقران، مفيش كلام. تمام؟ طيب لو ربنا اراد ان او ادك عبره ان المرض السرطان ده مرض عضوي، لابد انك تعالجه باشياء عضويه ربنا خلقها لك الاول. تمام؟ اشياء حسيه، ما قالكش اول ما يجيلك سرطان روح للشيخ يقرا عليك. لازم الناس تفهم، عشان ما فيش واحد يقول لي اصل الشيخ راضي بيقول ما تعالجش بالقران. يا عمي افهم الاول، عالج الجن بالقران، لكن عالج السحر بشيء عضوي، زي لان السحر ده مرض، زي السرطان، زي الغضروف، زي التهابات في المعده، زي الفشل الكلوي، مرض، مرض زي اي مرض. عالجه الاول طبيا، عالجه عضويا، وبعد كده عالج الجن. اقرا على الجن اللي لابس الانسان وطلعه بالقران معاك. واحد عايز الجن ده ماسك فيك بطلسم سحر، بطلاسم معوذات او تعوذات الساحر قراها وشربها لك، دخلت جسمك على نجاسة ايا كانت النجاسة، بقوتها بيكون قوي السحر. يعني لو سحر نجاسة بدم دورة، نجاسة زنا محارم، نجاسة زنا، الجن بيقوى بيها. طيب انت قرأت علي وطلعت الجن مني، طب والسحر فين؟ اكيد انت هتطلع الجن ويرجع تاني، هتطلع الجن ويرجع تاني، هتطلع الجن ويرجع تاني، لما الناس تعتقد يقول لك ايه القرآن ما بيعالجش. والله انا سمعتها من واحد اول امبارح قال لي يا شيخ القران ما بيعالجش. يا ابني ازاي؟ اصلا انا رحت ال100 شيخ قرأوا عليا والجن ما رضاش يطلع. والاخ ده من هولندا، هو مسلم من هولندا، تمام؟ قال لي انا رحت ال100 شيخ، لفيت كل الدول العربيه، قسما بالله قال لي انا لفيت كل الدول العربيه وانا مش معتقد، انا خلاص بقى عندي شيء، ايه بقى عندي شك، القران بيعالجني ولا ما بيعالجنيش؟ قلت له عشان انت خدت الموضوع غلط. القران بيعالج الجن، الجن اللي عليك ده جن سحر مرتبط بماده سحر جواك، لازم ماده السحر تطلع الاول من جسمك وبعد كده ننظفه او نقرا عليك نطلعه الجن من عليك. يبقى كده الموضوع متناسق. لكن اقرا عليه يا عم الشيخ ادوله رقيه، واحد يقول لي شطفه بميه بملح، وواحد يقول لي اصل هات له زعفران واعمل له مش ده سحر يا استاذنا، ده سحر. عالج السحر الاول المرض وبعد كده عالج الجن بالقران، مفيش اي مشكله. المصيبه الكبرى ان واحد يجي يقول لي اصل الجن ما بيلبسش. ليه يا عم الشيخ الجن ما بيلبسش؟ اصل الجن ده ماده من نار، يعني الجن خلق من نار، فلو ماده او الجن عشان هو خلق من نار لو دخل جسم الانسان هيحرقه، بناء على كده بينفي
دخول او لبس الجن للقران للانسان. طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر الصحابي وقال اخرج من 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 صدر عثمان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سأب احدكم فليضع يده على فيه او فليمسك على فيه فان الشيطان يدخل. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم العروق. يبقى الجن فين؟ يبقى الشيطان بيدخل ولا ما بيدخلش؟ بيلبس ولا ما بيلبسش؟ يقول لك لا يا عم اصلا انت مش فاهم المساله ايه؟ ايه المساله طب يا شيخنا؟ يقول لك اصل ربنا قال في القران الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب معاك انت بتستدل بالايه ديت ان الجن ما بيلبسش، يعني لما بياكل ربا الشيطان بيخبطه لا يقوم الا الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني ما بيقومش غير الشيطان بيمسه بس. احنا يمكن اتكلمت في المساله دي قبل كده في برنامج كيد وساحر. هل جه في دماغه ان المس لا يكون الا من الخارج، المس ما يكونش غير من بره بس، هو 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 جاس الموضوع بدماغه بس، تمام؟ طب ربنا ليه ما قالش في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يخبطه الشيطان من المس؟ ليه ربنا قال يتخبطه؟ افهم الأول، ليه ربنا قال يتخبطه ما قالش يخبطه؟ يخبطه يخبطه لا تكون إلا من الخارج، لكن يتخبطه لا تكون إلا من الداخل. فأنا عايزك تفهم الكلام والمعنى صحيح. يخبطه يعني مثلا أنا بنخبط على شيء من بره، تمام؟ لكن لما نقول لك انسان الانسان يتخبط يبقى لا يتخبط الا من الداخل. ليه التاء دي زادت في في في, في الايه او زادت في الكلمه؟ تفيد معنى، لابد زياده التاء تفيد المعنى. معنى ايه؟ التخبط لا يكون الا من الداخل. يبقى زي ما انت بتستدل بالايه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، انا بنستدل لك بيها برضه ونقول لك ربنا بيقول كده عشان خاطر ان الآية دي تدل على دخول الجن جسم الانسان ولا يؤثر عليه من الخارج بل يؤثر من الداخل، ولكن الذي يؤثر عليه من الخارج هو الشيطان الذي يمسه فيعني يغير او يشوف يخليه يشوف الدنيا مش كويسة، يخليه نفسيا تعبان شوية، يخليه يكره الناس، يخليه يبقى قاعد في عزلة، يخليه حياته مش مظبوطة، ده بيتخبط. ده الشيطان بيمسه. لكن الشيطان اللي يقصده الله تبارك وتعالى في الآية لا يكون إلا، والله أعلم، لا يكون، ده رأيي يعني، وطبعا الكلام ده ذكره الشيخ سعد أحمد في كتابه، يعني لا يقوم إلا الذي يتخبطه الشيطان من المس. التخبط لا يكون إلا من الداخل، عشان كده ربنا ما قالش الذي يخبطه الشيطان. يخبطه زي مثلا كلمة مزق وكلمة تمزق، تمام؟ كلمة مزق بتفيد المعنى أنه ده مزق أو حد مزقه، ولكن تمزق يعني هو مزق نفسه من الداخل. فأنا عايزك لما تتكلم في شيء تتكلم فيه بدليل عشان الناس تقدر تفهم. يبقى الشيطان بيلبس، يلبس، والشيطان يخبط الإنسان من الداخل، يخبطه من الداخل، نعم يخبطه من الداخل، يتخبطه من المس، الشيطان من المس. ليه يتخبطه؟ ليه ربنا ما قالش يخبطه الشيطان؟ يخبطه يبقى الشيطان هيخبطه من الخارج ومش هيأثر عليه من الداخل. طيب معنى كده شيخنا ان الشيطان يلبس الانسان واثر على كل حته بجسمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لنا هوت ان الشيطان يعني يدخل، او ان اذا تساءب احدكم فليمسك على فيه، يعني يحط ايده على بقه، لا عشان ايه؟ عشان ان الشيطان يدخل. ان الشيطان بيدخل فين؟ لما بتساءب يدخل في جسمك، تمام؟ طيب ليه ضرب على ظهر عثمان بن مظعون وقال ايه؟ اخرج اخرج عدو الله، او اخرج ايها الشيطان، او اخرج ذاك الشيطان. ليه؟ عشان خاطر الشيطان جوه مين؟ جوه سيدنا عثمان. طيب يبقى انا عايز الادله تكون متناسقه عشان الناس تقدر تستوعب الموضوع، وان شاء الله نفرد برضه دخول الجن للانسان، ونجيب برضه الروايات اللي بتقول ان ما بيدخلش والروايات اللي بتقول انه بيدخل، ونتكلم في الصحيح، بس ان شاء الله نفرد له حلقه لوحدها. عنوان الحلقه انا قصدت ان في ناس بتقول لي انت عامل على الصفحه عندك يعالج مرض السحر في يوم واحد، ازاي هتعالج مرض السحر في يوم واحد يا شيخ؟ ده احنا رحنا ل 100 شيخ وما تعالجناش، ده انا بقى لي 20 سنه بلف عند الشيوخ، ده انا عملت كذا، ليه يا استاذنا؟ ليه انت بقى لك سنه 100 سنه بتلف؟ تمام، دي الصفحه الخاصه بينا برضه عشان خاطر الناس تقدر يعني تعرف دي صفحه وتعرف تستفاد منها كويس. ليه انا بنقول لك ان انا ممكن اعالج لك السحر في يوم واحد؟ ليه؟ لان انا في اعتقادي ان السحر ده مرض
وان المرض ده كانك شيء قبيح في جسمك انت زلته من جسمك خلاص. طيب زلنا السحر من جسمك وجسمك تحسن 20-50%، احنا زلنا السبب خلاص. طيب نقرا عليك او تسمع الرقيه او تسمع قران، اسمع واستحمى بميه برقيه واستحمى بزعفران وورق سدر وورق نبق واتبخر، كل ده معاك، اعمل اللي انت عايزه. ليه؟ لان انت الاول نظفت السحر من جسمك، وبعد كده ابتديت تتعامل. تتعامل مع ايه؟ تتعامل مع الجن، مع اللي فاهم يعني القرآن، اللي عاقل، اللي هو ربنا نزل عليه رسالة زيك زيه، وابتديت تقرأ عليه قرآن بيقتنع. انا كده اذنبت، ده انا سمعت كلام الساحر، عن سيبك ونمشي، ما انا ما عادش ليه تكليف عندك خلاص. طب انا بنقول اللي هو بيقول لك ان السحر ده مش مرض طب انا عايز نوصل ليه لما الواحد بياكل السحر معدته بتتعبه؟ ليه؟ ليه لما بتشرب السحر تتعب الكلية عندك تتعبك؟ ليه لما 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 بترشلك سحر رجليك توجعك؟ ليه؟ ليه؟ لان السحر ده مرض اثر على الخلايا بتاعه جسمك، وابتدت تتعب، بتحس بهبوط ودوخه وفقر في الدم وتعب في الكلى وخشونه في المفاصل والم في المعده وامساك واسهال وصداع وكل ده وعدم ورؤيه وخيالات وكوابيس واحلام. خلاص انت اتدمرت. ليه اتدمرت؟ ليه؟ طيب علشان خاطر الناس تقدر تستوعب الموضوع ان شاء الله هنتكلم بتفصيل وبتأصيل. نطلع فاصل ونكمل ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب علشان قادر برضو نقدر نفيد الناس، وطبعا الناس بتقول لي دايما شيخ راضي انت بتعالج بايه؟ طب انت بتدينا، ممكن تديني عسل مكلف شوية، طب ليه؟ طب ما انا ممكن ناخد نشطف وندهن وخلاص عند الشيخ خلاص. طب انت عايز تتعالج ولا عايز تضحك على نفسك ولا ايه الموضوع بالضبط؟ لو ناوي تتعالج هتتعالج. ليه؟ لان انا لما نعالجك بنعالجك صح، انا بنعالج كل الامراض اللي تعلقت بوجود السحر في جسمك الفتره دي كلها. لما كنت لما الاول كنت بصراحه بنجيب منتجات غاليه جدا وحاجات صعبه الوصول لها نوصل لها، نقول للناس يا جماعه ده عسل غالي او ده شيء غالي، الناس طبعا مش مستوعب الكلام. لما ربنا قدر واتكلم او لقيت الدكاتره بتوع الصحه التغذيه العلاجيه او دكاتره التغذيه العالميه بيتكلموا في الاشياء اللي انا بنعالج بيها، يعني دي اشياء انا بنعالج بيها والله من قبل يعني اي شيء. وده دايما كنت نبحث على اي شيء جديد عشان قدر نوصل او نقدر نعالج بيه يعني ادق شيء في جسم الانسان بعد وجود السحر في جسمه الفتره دي كلها. لما ربنا قدر انا كنت طبعا بنعالجه بالعسل المانوكه من فتره، ولما وجدناه وابتدينا نعالجه بيه ونعالجه بالسبورلينا ونعالجه بسم النحل وبنعالجه باشواجندا وشيلاجيت وبنعالجه بالمورينجا ونعالجه الاعشاب ديت مكلفه لانها كلها مش من مصر يعني ومكلفه شويه. فالناس انا عارف ان هي ديت حاجات بتكلفه شويه، فيقول لك انا رحت للشيخ واداني شويه اعشاب بكذا مبلغ. طب انا النهارده يعني كنت متحفز ان انا نعرض الحاجات دي على الشاشه او نعرضها على الهواء او نقول ان ده الحاجات اللي بنعالج بيها، لكن خلاص ما عادش في سبيل ان انا نقول لك انا ازاي بنقول لك انا بنعالج لك مرض السحر في يوم واحد. ليه؟ لان السحر ده انا في اعتقادي والحمد لله 99% من الحالات اللي بنعالجوها ربنا بيقدرها ان احنا بنعالجوها وبتجيب نتائج 100%. ليه؟ لان انا بنعرف الاول نشخص مرض السحر، ايه نوع الماده اللي انت اكلت عليها السحر، ايه نوع النجاسه، قوه الجن اللي عليك، السحر اثر على ايه في جسمك. بعد ما نعالج السحر من جسمك بنقراه عليك الرقيه لما في الاعاده، او بتقرا انت الرقيه على نفسك، او بتستحمى بميه القران وغيره بيطلع الجن من جسمك. لكن السحر عمل في جسمك امراض، عمل مرض ايا كان نوع المرض، التهاب في العظام، عمل لك التهابات مزمنه، عمل لك التهاب في المعده، عمل لك غضروف، عمل لك صداع مزمن، عمل لك ايا كان نوع المرض اللي عمله لك السحر بنعالجه برضه بالاشياء اللي هي تقدر تفيدك باكبر شيء ممكن. طبعا عسل المانوكا، عسل المانوكا ده يعتبر اغلى عسل او بعد الدغستاني يعني اعلى اغلى عسل في العالم، لانه ده اقوى مضاد حيوي في العالم. لما لقيت الدكتوره كريم علي
في طبعا دكتور صحه علاجيه او تغذيه علاجيه في المانيا بيتكلم على عسل المانوك. انا قصدت ان نتكلم على هذه العلاجات عشان خاطر دي التركيز او ده الحاجات اللي احنا شغالين بيها او ده الحاجات اللي بتفيدك. طبعا التركيزات وازاي نعالجك بيها دي طبعا بتترك للاخ اللي بيعالجك او الشيخ اللي بيعالجك بيها. يا ريت الاستاذ محمد يعرض لنا الفيديو عشان خاطر نعرفه برضه ايه الموضوع بالظبط وازاي بنتعالج بيه، وطبعا الحاجات دي كلها موجوده في العلاج يعني. عرض لنا استاذ محمد الفيديو. تمام؟ فيكم في حلقه جديده من على الماشي، حلقه قصيره ومهمه جدا، اغلى مضاد حيوي في العالم. نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بيكم. المانوكا هاني، ازاي يعني في حد من عائله فكر تاني ما يعرفش هذا الساحر المانوكا هاني؟ ايه موضوع المانوكا هاني ده؟ اولا ده هو نوع من انواع عسل النحل طالع من نيوزيلندا مخصوص عشان في هناك شجر اسمه المانوكا. النحل بيسافر 6 كيلو كل يوم يروح يمتص رحيق المانوكا بالذات ويرجع يعمل هذا العسل الغالي جدا اللي يعتبر تريتمنت، يعتبر علاج، مش للاكل كده يعني اي حد يجيب مانوكا وياكل مانوكا. اولا غالي جدا، يعني مثلا دي بحوالي 30 دولار، دي اصغر حجم واصغر تركيز، هنعرف التركيز دلوقتي حالا. طب ايه خواصه وليه غالي جدا وليه الناس عاملاه علاج وليه العالم كله ابتدى يتكلم على المانوكا دلوقتي؟ اول حاجه المانوكا يتميز ان فيه مادتين مش موجوده في اي عسل في العالم. المادة الأولى ميثايل جلايكوزول والتانية داي هيدروكسي أسيتون. المادتين دول أو المادة بالذات الام جي او هنلاقي عليه هنا اللي هو بصوا التركيز ده أهو، ده ام جي او 100. الام جي او الميثايل جلايكوزول ده تركيزه من 20 لغاية 800. ده أقوى مضاد حيوي في العالم. المادة دي مفيش بكتيريا بتقف قصادها، مفيش حيوان كائن بكتيري بيقف قصاد هذه المادة. التركيز القليل، أنا باخد المية ده يعني عشان ما عنديش أمراض الحمد لله، بديل جاسي عشان المناعة، وبعدين أول حاجة عشان تاخدوا تستخدموا المانوكا تعملوا إيه؟ تسيبوا الغطا زي ما هو. الغطا هتقول آه يا بخيل يا جلدة، ومش بالمعلقة حضرتك، ده هو حتى كده، هو ده اللي أنا باخده كل يوم الصبح، وبدي الجاسي بصباعها طبعا بلاش قرف. تمام، انا كده خدت جرعه يومين. ادي المانوكا ده عشان المناعه، يعني حضرتك بتاخده عشان المناعه بس؟ لا بقى، تعالوا نتكلم على سحر المانوكا. المانوكا بنستخدمه في ايه؟ ايه الحاجات اللي هو ساحر فيها؟ اقوى مضاد حيوي في العالم. يلا بينا نبتدي نتكلم بقى على معجزات المانوكا. بصوا بقى، من سحر هذا العسل سبحان الله ان هو مادة سكرية، تمام؟ لا مش تمام. المادة العسل ما ينفعش ناخده لو حد عنده كانديدا، لان الكانديدا بتاعت الجهاز الهضمي بتحب الحاجات المسكرة. واحد، لو واحد عنده سيبو بكتيريا الاوفر جروس، لو عنده بكتيريا بزيادة دخلت من الامعاء الغليظة على الامعاء الدقيقة، فلو خدنا عسل هتزيد. لو واحد عنده حموضة جامدة قوي، ده حامض يعني، العسل من الاكلات الحامضة وليست القلوية، لو خد على الحامض المعدة تبوظ، إلا الباشا ابن الباشا ده، خدوا عندكم بقى. دي المادة الوحيدة اللي ينفع تاخدها مع الكانديدا حتى لو مسكرة، لأن قوة المضاد الحيوي اللي فيها بتقتل الكانديدا قبل الكانديدا ما تتغذى على حاجة مسكرة. أدي أول حاجة. الباشا ده بقى يبقى تعالوا نمسك واحدة عشان ما انتهش. أول حاجة الكانديدا، البكتيريا الأوفر جروس، قرحة المعدة، أي حموضة. الباشا الكبير معاهم الاتش هيليكوباكتر بايلوري. في ناس قعدت على مضادات حيويه عشان جرثومه المعده، خدوا كل المضادات وخدوا كل الاعشاب وخدوا كل حاجه في العالم، وبرده الجرثومه جامده جدا. ده بفضل الله بس خففهم. المانوكا فقط معلقه الصبح على الريق، مانوكا قضت على جرثومه المعده اللي هي الريزيستنس الجامده جدا. يبقى اول حاجه الجهاز الهضمي، اللي عنده حموضه، اللي عنده قرحة معدة، اللي عنده سيبو، اللي عنده كانديدا، اللي عنده هيليكوباكتر بايلوري اللي هي جرثومة المعدة، الساحر القاتل المانوكا هاني معلقة كل يوم الصبح. ادي حاجة. تاني حاجة، مقوي للمناعة رهيب، بيرفع مناعة الجسم. هو المواد اللي فيه
ايه هو ايه هو ده سكر بس؟ لا، ده فيه امينو اسيد يعني زي البروتينات بالظبط، فيه كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم وفوسفورس، كل ده هنا وحديد ده عايز، وفيتامين ب، كل ده في الباشا، ده موجود في العسل يعني؟ لا حضرتك، الحاجات دي موجوده، ممكن تكون موجوده في العسل التاني، بس ده 4 اضعاف كل اللي انا قلته ده، 4 اضعاف الامينو اسيدز، 4 اضعاف البوتاسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي في اي عسل تاني، ده غير المثال جلايكوزول، ده حاجه تانيه يعني مضاد بكتيري، ده غير الحاجات الفوائد دي كلها. يبقى عايز تزود مناعتك حبه كده الصبح، مناعتك العسل النحل، وده اعظم انواع العسل النحل في العالم. فانا بتكلم، شوف بقى قدرات ربنا اللي حطها لنا في النحل، ده بقى 4 اضعاف النحل العادي اللي احنا بنسمع عنه. 1 2 القرح والوونز، لو حد عنده تقرحات، لو حد عنده جرح سكري، مريض السكر الجرح ما بيلمش، عسل الملوك ادهنه مره وشوف السحر. لو واحد عنده حب شباب، انا لما اغلب في حب الشباب وجربت كل حاجه، منعت السكر ومنعت الدي ومنعت اللبن، حب الشباب موجود، حطيت كريم النيم وزيت النيم في السره وحبوب النيم، لسه ما خفش قوي، ادخل بالمانوكه، ادهن المانوكه مره الصبح ومره بالليل، خلال اسبوع 90% من حب الشباب بيروح. ادي تاني معجزه للمانوكه هاني. القرح اللي انا اتكلمت عليها، طب ما يا دكتور ممكن يبقى في قروح جوه، اللي هو ايه؟ الستريتيف كولايتس، القولون التقرحي اللي بنمنع عنه سكر خالص، الا المانوكه. المانوكه بيصلح القرح اللي بره والحروق والجروح، ويصلح القرح اللي جوه سبحان الله، اللي في الجهاز الهضمي وفي القولون، المانوكه هاني. يبقى امراض جهاز هضمي تلاقي، مناعه تلاقي، تقرحات جوه او حب شباب بره تلاقي. ايه تاني؟ نرجع لاول حلقه، اقوى مضاد حيوي في العالم. لو حد سالني يا دكتور نعمل ايه في عدوى الاستاف، مبهدلانا يا دكتور، الاستاف نوع من انواع البكتيريا اسمه استاف، ناس بيدخلوا المستشفى عشان في نوع ما بيخفش بالمضادات الحيويه اسمه كلوستريديم، نعمل ايه يا دكتور؟ المضادات الحيويه ما بتشتغلش في الميرس، اللي في بكتيريا جديده طلعت ما بقتش المضادات الحيويه تشتغل معاها خالص، نعمل فيها يا دكتور؟ اقوى مضاد حيوي في العالم، ناخد ده بس مش تركيز 100، عندك بقولنا لغايه 800، تاخد ال 500، تاخد ال 600، مضاد حيوي رهيب، هينظف جسمك من بره، هينظف، هيزود المناعه، هيموت اي كوليستريديوم او استاف عندك في زورك، مش عارف اخلص من العدوى. انا لما بنتي تعيا، بنتي الصغيره جيسيكا، لما بتعيا بديها حاجه من 2، مضاد حيوي على جثتي. امال بتعمل ايه يا دكتور حضرتك؟ بديها منوكه، تفضل تمص المعلقه كده او ربع معلقه، تمصها الصبح وربع معلقه بعد الظهر وربع معلقه بالليل، المهم تخلص لي معلقه طول اليوم، او السبراي بتاع الكولويدال سيلفر اللي هو هتكلم عليه في حلقه لوحده، اللي هو الفضه، كولويد الفضه ده هتكلم عليه في حلقه لوحده. فانا عشان ازود مناعه الاطفال بديهم مانوكا. يعني خلي بالكم، العسل اي عسل في العالم عشان البوتيوليزم السن معين ما يستخدمش اقل من 2، اي عسل نحل في العالم ما تديش للعيله اقل من 2، دي حاجه عامه كده. فيبقى احنا اتكلمنا على المناعه، اتكلمنا على القرح، اتكلمنا على الجهاز الهضمي، اتكلمنا على البكتيريا اللي ملهاش حل، عليكم بالمانوكا. حب الشباب ادهن، عايز بشرتك تبقى كويسه ادهن مانوكا. ارجع بقى للارقام، الام جي او، الام جي دو التركيز ده اللي هو ميثايل جلايكزول اهو، المية ده اللي بتبص عليه عشان تعرف تحدد انت عايز قوي قوي ولا حاجه ضعيفه. 20 40 لغايه 100 للاطفال، وانا باخد جرعات الاطفال، ما عنديش امراض الحمد لله. كل ما يزيد المرض كل ما تبتدي تزود، طبعا يعني لازم يعني تسال دكتور او حد فاهم، مش تروح انت تحدد من نفسك ازاي تاخد المانوكا هاني، لان ده علاج. المانوكا هاني علاج قوي جدا على فكره، طعمه نفس العسل العادي. الناس الكيتو، يا دكتور انت نسيت ان انت كيتو، عشان كده انا باخد اقل من نص معلقه في اليوم، ما يطلعكش من الكيتو. وبعدين يعني الحمد لله ما عنديش امراض، فمش محتاج ازود الدوزس، انما لو في امراض مستعصيه ويطلع من الكيتو لغايه ما تخف، او يعني حاجه معينه الكيتو مش عارف يعمل معاها حاجه، معلقه مش هتطلعك من الكيتو المانوكا هاني. دي حلقه على السريع، عرفتوا سحر، عرفت سحر المانوكا، عرفتوا اقوى مضاد حيوي في العالم، عرفت علاج حب الشباب، علاج المشاكل اللي في الامعاء، الاميونيتي اللي هي المناعه، الحاجات اللي شبه المضاد الحيوي من الطبيعه، اهمهم المانوكا هاني. شكرا ليكو، اديكوا عرفتوا المانوكا هاني دلوقتي، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. سلام عليكم، نهاركم عسل مانوكا، باي.
عسل المانوكا. عسل المانوكا طبعا احنا بنعالجه بيه، يعني انت متخيل لما الدكتور كريم علي يتكلم عليه انا طبعا فوجئت بالكلام ده، وان في موجود. انا بنعالجك بده، يعني بنعالجك بحاجات دخلت جسمك بنعالجك بيها. علاج عشان يعالجك للمناعه لازم نعالجك، لان السحر احنا قلنا ان ده مرض بيدخل جسمك بيبوظ لك المناعه، بيبوظ لك، بيعمل لك التهابات في جسمك قويه جدا، بيعمل لك تعب في المعده، بيعمل لك امساك، بيعمل لك اسهال، بيعمل لك اضطرابات في النوم. طبعا ما فيش حد مسحور الا وبيشكي من الحاجات دي، ما فيش حد مسحور الا يقول لك انا عندي تعب في المعده يا شيخ، انا عندي امساك، انا عندي اسهال، انا عندي مشكله في الدوره. ليه؟ لان الهرمونات مش مظبوطه، انا عندي مشكله في جسمي، عندي حساسيه في جسمي بنهرش، عندي كدمات في رجليا، عندي خرابيش بتحصل في جسمي، عندي حبوب في وشي على طول، شعري بينزل. كل ده احنا بنعالجك بالاشياء اللي هي هتجيب معاك نتيجه، وبعد كده بنعالج الجن بالقران اللي هو مكلف او خادم السحر. في طبعا لا، ما هو موجود بقى عندنا العسل ده موجود، احنا الحمد لله بنحاوله. طريقه التواصل اللي هي طبعا الارقام موجوده على الشاشه، اي حد والصفحات موجوده وعلى الموقع برضو موجود، وكل ده ان شاء الله يعني بنحاول نوفره للناس والله بقدر الله باقوى، او طبعا بنتعب كتير جدا عشان نوفر الحاجات ديت ونقدر نعالج بيها الحاجات اللي هي الحساسه في السحر. طبعا دي الصفحه استاذ محمد عرضها لنا، ودايما بنقول لك ان في جديد، يعني دايما بنقول لك اننا لازم او مطالب ان ناتيك بالجديد دائما، ما نقعدش خلاص نعتمد ان هتجيلي المركز هنقرا عليك قران وهنقول لك روح يلا والقصه بتنتهي عند كده. لا، انا عارف امتى بنقرا القران عليك، عارف امتى بنقرا عليك القران. نقرا عليك القران لما ننظف السحر من جسمك، وبعد كده نعالج السحر او نعالج الجن اللي هو متعلق او متمسك بيك بالقران، علشان خاطر نقدر نعالجك صح. دايما بنقول يا جماعه ان السحر ده مرض دخل جسمك، عباره عن طلسم سحر، عباره عن حاجه انت كلتها، عباره عن دفن، عباره عن رش، عباره عن اي شيء من ده. دي ماده نجسه او طلسم معقد، الساحر باتفاق بين الساحر وابليس دخلوه في جسمك، وبقى خلاص عمل لك مصايب في جسمك كبيره. المصايب دي هل نعتمد عليك ان خلاص انا نقرا عليك القران ونقول لك نمشي؟ لا، لازم نعالج الاشياء دي الاول، وبعد كده نعالج الحاجات دي للجن بالقران. من ضمن الحاجات او من ضمن العلاجات اللي بنعالج بيها، عشان برضو الناس يقول لك لكن المقادير والحاجات اللي احنا بنقوله بيها ديت مش اي حد يتكلم فيها، ولا اي حد يقول لك خد العشبه ديت او خد العسل ده للمرض الفلاني. طبعا العسل ده تركيزه 400، عشان برضو واحد يقول لي طب ده تركيزه 100. لا، الدكتور كان بيتكلم عليه تركيزه 100 عشان ده اللي ما عندوش امراض، لكن احنا بنجيب التركيز 400. حتى يا ريت استاذ محمد يعمل لنا كلوز على المنتج، عشان نقول لك ده تركيز 400 عشان خاطر يقدر ينظف لك النجاسه اللي في جسمك من السحر، ويقدر ينظف لك الالتهابات او كل الاشياء اللي في جسمك. طبعا في السحر بيعمل ميكروب في المعده، بيعمل جرثومه في المعده، وانا بنقول وده طبعا عن تجارب، العسل ده اديناه للناس عندها جرثومه في المعده بقى لها زمن اسبوع واحد، وطبعا بقدر الله تبارك وتعالى القصه انتهت عندهم، ابتدى يعمل حمام كويس، ما عادش فيه انتفاخات في بطنه، ما عادش فيه هواء، ما عادش فيه غازات، بياكل كويس، بيشرب كويس، بقى انسان طبيعي وعادي. حتى الاطفال اللي هم اكتر من 3 سنين بياخد يدوب حاجه كده كانه لمسه، وطبعا عشان غالي بنقوله ايه؟ بنقوله كانك انت بتاخد 2 جرام او جرام في اليوم بس من العسل، يعني عشان برضو الواحد يقول لي انا هاخد ده اخلصه في يوم بغالي كده. لا، ده حاجه قويه جدا، يعني انت يدوب بتاخد جرام واحد في اليوم، يعني العسل ده لو 250 جرام يكفيك مثلا 200 يوم، بيكفيك 150 يوم وانت تاخد منه، يزود مناعتك، قوه حيويه، بيعمل لك نظام يعني خليك فريش على طول، عارف تنام كويس، عارف تتكلم كويس، عارف تاكل كويس. كل ده في عسل المانوكا. ناخد الحاجه اللي اسمها اللي هي بقى بتنظف كل حاجه وبتعمل لك بتنظف الدهون من جسمك. اللي عايز يخس، واحد يقول لي يا عم شيخ انت خسيت ازاي؟ طبعا الناس اللي شافتني من 5 شهور بالظبط كان طبعا كنت تخين تمام؟ لا الحمد لله، واحد يقول انت خسيت ازاي؟ خسيت من الاشياء الطبيعيه اللي ربنا خلقها لنا دي تمام؟ عالجنا نفسنا بيها، نظفنا جسمنا بيها، فقينا خلاص منها. فطبعا الحاجات دي عشان انا مكلفه شويه، واحد يقول انت خسيت ازاي؟ نقول له اصل انا تعبان. ليه؟ عشان انا اقول له انا عملت الحاجات ديت، هيقول لي الحاجات دي غاليه، انا مش هنقدر نستحملها. لكن اللي عايز يتعالج واللي عايز يخلص من السموم اللي في جسمه بيعمل عسل المانوكا. في شيء تاني اسمه الاشواجندا. الاشواجندا طبعا ديت يعني افضل الاطباء على مستوى العالم،
تكلموا في الاشواجاندا، احنا بنعالجك بالاشواجاندا. يمكن الناس اللي جت في المركز عندنا قبل ما نتكلموا ولا نعرضوا الفيديوهات ديت، الاعشاب دي معاهم في بيتهم، الحاجات دي عندك في بيتك، انت خدتها من عندي، الحاجات ديت مكلفه جدا، والحاجات دي انت خدتها وممكن تكون حاطها في بيتك وما تعرفش قيمتها ايه، يعني انت ممكن تكون خدت الاعشاب ديت عندك حطيتها في البيت في كيس، حاطهم في المطبخ وما تعرفش قيمته ايه، لكن انت لو تعرف قيمه الاشواجاندا دي ايه او الاعشاب اللي احنا لسه هنعرضها احنا بنعالج بيها، هتعرف يعني ايه انت ما تشيلهاش في المطبخ، لا بسرعه خدها وتعالج بيها وخلص بيها جسمك بالسموم اللي فيه. الاشواجاندا استاذ محمد يعرض لنا الفيديو بتاعها عشان برضو الناس تقدر تستفاد منها. اول حاجه هتكلم عليها الكينج، اسمها جولدن روت، الجذر الذهبي، الاشواجاندا. اتكلمت على الاشواجاندا قبل كده في حلقه الاسترس، راجعوها. نتكلم عليها تاني، دي الملك، دي الكينج بتاع الادابتجنز. ايه الاشواجاندا دي؟ الاشواجاندا دي جذور بناخدها مره كده الصبح، تقوم عامله ايه؟ تدخل الجسم يا ريس، تروح تدور على الغده الدرقيه، ها يا غده درقيه اخبارك ايه؟ والله انا عاليه وعندي اكتيفيتي، انزل بقى طبيعي. والله يا الغده الدرقيه ضعيفه ومش قادره تفرز هرمون تي 3 وتي 4، ارفعي، عدلي، خلي الايه الثايرويد يعني تبقى مظبوطه. فاول حاجه اي حد عنده مشاكل في الغده الدرقيه وما خدش اشواجاندا انت بتلعب، ركز معايا. دي حاجه. تاني حاجه تروح على اصل العيله دي كلها بتاعت النهارده اللي اتواجدت بسببه الكورتيزول العالي، ولما الكورتيزول العالي يعلى السكر والضغط والصداع وهشاشه العظام، السمن حول الوسط وما تنامش كويس، والاكتئاب، تاخد الدم من الجهاز الهضمي فيبقى عندك ارتشاح ماء. اظن انتوا حافظين الكلام ده، الكورتيزول وبلاويه، لو كان الكورتيزول رجلا لقتلته. تروح للكورتيزول، اخبارك ايه؟ والله علي شويه، انزل. انا بقالي سنه عايش في ستريس والكورتيزول ابتدى يخلص وعندها ادرينال فاتيج او تعب الغده الفوقلويه، اعلى. شوفوا بتعمل ايه الراجل ده، طول النهار همدان وهبطان ومش عارف يفكر وعنده ستريس جامد قوي، تخليه نشيط قوي ومفتح قوي، وما يجيلوش على الساعه 1 2 يبقى عايز ينام، يجي بالليل اول ما يجي وقت النوم يحط راسه ينام نوم عميق. الاشواجاندا حاجه تانية بتقلل الكورتيزول بطريقه مباشره فترفع مناعه الجسم. فاي حد عنده امراض مناعيه ما بياخدش اشواجاندا، اللي عنده فايبروماليجيا وجسمك مكسر وعندك مشاكل في النوم وما بتاخدش اشواجاندا، انت يعني بعيد قوي عن الصح. تمام. يبقى الثايرويد اتعدلت. نروح لحاجه تانية، الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه. تروح بصوا يا جماعه، اللي فكر تاني وما يعرفش ان في علاقه لا تنفصل ولا تتجزأ وما ينفعش ما تعرفهاش بين الثيرويد الغده الدرقيه والادرينا الفوكلويه والمبيضين، يبقى انت فاتك كتير، انت مش مركز معايا، مش مركزين. دول اكس يا جماعه او حلقه ما يتفصلوش. عشان كده لما حد بيجي يقول لي غده درقيه بقول له ما فيش حاجه اسمها تعب غده درقيه، دور لي على المبايض، دور لي على الاسترس. اللي عندها مشاكل في الهرمونات بتاعه الاستروجين والبروجسترون، دوري في الغده الدرقيه، دوري في الكورتيزول. التلاته دول ما ينفعش دكتور يعني ياخد واحده وما يبصش التلاته، يبقى يعني بيهزر مش بيعالج. تمام. اشواجاندا في حاجه تانية، هرمون اللبن. ياما ناس بتيجي تقول لي يا دكتور هرمون اللبن البرولاكتين عالي قوي، وبدام البرولاكتين عالي الخلفه صعبه سواء للرجاله والستات، هيحصل زياده في الوزن، دوره مش هتنتظم، وممكن يحصل يعني لبن في ثدي النساء حتى لو ما فيش خلفه. البرولاكتين العالي، خدتي اشواجاندا؟ لا. امال جايه لي ليه؟ روحي خدي اشواجاندا كده صبح وليل، جرعه الاشواجاندا 2000 مللي او 2 جرام كل يوم، يعني شهرين ثلاثه امنه ملهاش سايد افكتس وعايزه مده طويله. عيش على الاشواجاندا، يا بتاع الاستروجين يا بتاع اللي عايز يبقى يعني الصبح نشيط وبالليل ينام عندك ارق. لو انت عاوز تشتغل شغل مضاعف بتركيز لفترات اطول عليك بالاشواجاندا، مرض مناعي اشواجاندا، الكورتيزول والاسترس والحياه خلاص مدخلك في اكتئاب، عليك بالاشواجاندا، الملك الجولدن روت، ادي الاشواجاندا. نروح للحاجه الثانيه، روديولا روزيا. ومن منا لا يعرف الروديولا روزيا؟ ايه يا حضرتك اللي بتقوله انا عمري ما سمعت عنها؟ ما سمعتش عنها ازاي؟ الروديولا روزيا دي
اي شاب بيعمل ديفينيشن وبياخد اي مكمل غذائي هتلاقي الريديول عشان بتخسس. ليه بتخسس؟ وانا طبعا يعني عائلة فكر تاني عارفين ان مفيش حاجة اسمها برشام بيخسس ابدا. تقلل السعرات وتزود المجهود وتقلل الانسولين. الله، امال يعني ايه بيقولوا بتخسس؟ لا بصوا، لما الكورتيزون بيعلى الدهون بتتحوش فين؟ في الوسط. فدي بقى المجرمة اللي اسمها الريديولا دي، بتعمل ايه؟ تزود نشاط الجسم، ركز ركز، وتقلل الكورتيزون، وتزود الاي تي بي اللي هو وحدات الطاقه، حرق الجسم، يعني تخلي الاي تي بي شغال اكتر. فلما حضرتك مفيش كورتيزون والطاقه عاليه وفي دهون في الوسط، فتقوم عامله ايه؟ الجسم يفضل حرق الدهون على حرق الجلوكوز، فدهون الوسط تنزل. وصلت اللعبكه اللي حصلت؟ فاهمين حاجه؟ انا نفسي مش فاهم. فهمتوا بتخسس ازاي الروديولا؟ ما هي قللت الكورتيزول وزودت حرق الجسم ونشاط جسمك. الرياضيين كلهم بياخدوا روديولا لان حاجه منشط طبيعي من الطبيعه، ده نبات يخليك نشيط، يخليك اكثر تركيز، زي العيله دي كلها. زي ما قلت العيله دي كلها بتعمل كده، بتنشط بتنشط الصبح وتنامك بالليل، كل العيله دي كلها كده. فانت الاي تي بي زاد، الاكسجين في الخلايا زاد، حرق الجسم زاد، عندك دهون لان الكورتيزول سبب الدهون دي. الكورتيزول قال يبقى الدهون دي قاعده ليه؟ ما نحرقها، فتقوم خاسس بالروديولا. وصلت الريديولا ايه تاني؟ فتقليل الوزن دي حاجه، التحمل والقوه زي العيله دي، عله الادابتشنز كلها تروح للكورتيزون، عالي تقلله، واطي تعليه، نفس الموضوع. بس في تريك كده في الريديولا دي، الاكتئاب. الحاجات دي بترفع دوبامين في الجسم، الدوبامين ده حاجه زي السيروتونين كده بس بتاع السعاده، بتاع المخمخه. عارفين الناس اللي بتاكل أكلة سكر أو سندوتش همبرجر، ال 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 الكرافنج ده إيه؟ عايز دوبامين. عارفين الناس اللي بيمارسوا الجنس أو العادة السرية ليه؟ عشان الرش بتاع الدوبامين. عارف لما إحنا بنحب الرياضة كده، نفسي أروح الصالة بقالي كتير عشان الدوبامين. الدوبامين هو اللي بيعمل عارفين اللي دي مش عارف اسمها ايه، ال 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 الحاجه الحلوه دي، هو ده الدوبامين في الجسم. فالروديولا دي بتعلي الدوبامين، فواحد عنده الدوبامين يبقى دماغه رايقه، دماغه صافيه، مفيش اكتئاب، بينام كويس. ماذا اقول بعد كده عن الروديولا وجمال الروديولا الروزيه؟ احمدك يا رب على نعمه الروديولا. ماذا اقول بعد كده؟ ده في حاجه ثانيه دلوقتي اكتشفوها جديد بس لسه لم يقروها، يعالجوا بيها السكر. وعندهم حق، ما احنا قلنا الاسترس لما يزيد، انت جسمك دلوقتي في استرس، حاله طوارئ، تفتكروا الضغط هيبقى عامل ازاي؟ الضغط هيعلى. تفتكروا السكر هيبقى عامل ازاي؟ لان دي حاله حرب، احنا عايزين اكل، فيقوم معلي السكر. فهم دلوقتي بيقولوا طب ما تيجي نعالج السكر بالريديول، لسه في تجارب بس هم ماشيين في الطريق الصح. احييكم ايها العلماء، استمروا. تمام؟ يبقى خلاصه الروديولا، تركيزك بقى تمام، اكتئابك راح، الدوبامين عالي، دهون الوسط قلت، بقيت مركز اكتر، الكورتيزون اتظبط. ماذا اقول؟ لا اله الا الله، حاجه عظيمه. طيب طبعا ايه ديت دي الاشواجندا. في حاجات الناس مش عارفاها، وحتى الشيوخ اللي بيعالجوا مش عارفينها. ده مش ذنبي يعني، في ناس هو نجم وطبعا شيخ مشهور وشيخ معروف، هو وقف مخه على حاجه واحده بس، هات المريض اخنقه، هات المريض اضربه، هات المريض قول للجن اطلع، هات المريض عذب الجن، هات المريض اضرب الجن، هات المريض، ووقف فكره على كده. ده مش ذنبي، انا راجل بندور على الجديد، انا راجل عارف ان بنقول لك ان السحر مرض. قبل ما نتكلم على اعشاب ديت او بنتكلم على الحاجات ديت، من الاول كل حلقه يا جماعه السحر مرض، يا جماعه السحر انت حاسس بيه جواك، يا جماعه السحر مش مجرد حاجه انت 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 حاجه وهم او شيء انت حاجه يعني نفسيه، لا، السحر ده حاجه جوه جسمك، اثرت على الخلايا، اثرت على المناعه، اثرت على معدتك، اثرت على البراز، اثرت على البول، اثرت على الكلى، اثرت على الحاله النفسيه، اثرت على السكر، اثرت على كل حاجه. ده السحر. من الاول كنت بنتكلم ونقول لك ان السحر لما بيدخل الجسم يبدا يدخل على المعده اول حاجه، بيبوظ امتصاص المعده، بعد كده بتعتمد جسمك يسحب حاجه مش حلوه من المعده، بعد كده الخلايا بتتاثر، بعد كده العضو او الجهاز اللي وصله النجاسه بتاعه السحر، الخلايا بتاعته بتبدا تتاثر، العضو يبدا يتاثر، واحد
شرب سحر، السحر تمركز في الكلى، الكلى ابتدت الخلايا بتاعتها تتأثر، بعد كده حصل له مشكلة في البروستاتا، بعد كده الحالة الجنسية عنده ضعفت جدا، بعد كده جاله ستريس، جاله ضغط عصبي، جاله السكر، بعد السكر جاله الضغط. يبقى الأصل كله فين؟ الأصل فين؟ الأصل إن جالك سحر دخل، أنت شربت السحر، كلته، شيء حس جواك، أثر على جسمك. طيب أنا هنكتفي معاك إن أنا نقول لك تعالى هنقرأ عليك قرآن وخلاص، ولا نعالجك من الحاجات ديت مع القرآن؟ أنا مش بنقول لك ما تعالجش بالقرآن، عالج والله عالج بالقرآن، لكن عالج الجن بالقرآن. لما بنتكلم في الأول السحر مرض، أنا الوحيد يمكن أو إلا من رحم الله بعض الشيوخ يعني، وطبعا في شيوخ كبار جدا ويحطهم على دماغنا من فوق، اللي بيقول لك ان السحر ده مرض ولازم نعالج السحر الاول وبعد كده نعالج لك الجن اللي هو متعلق او اللي هو خادم السحر، ساب الخادم وساب يعني خد الخادم وساب الاصل، ساب الريس، ساب السلطان بتاعهم. ايه السلطان ده؟ اللي هو مين؟ اللي هو السحر. يبقى ابتدى كل كلامه، حبست الجن، ضربت الجن، خنقت الجن، مش عارف اتعاملت الجن، وساب ايه؟ ساب الاصل. ايه الاصل يا شيخنا اللي جاب الجن لك؟ هو السحر. يبقى اتكلم الاول في السحر، اعرف يعني ايه كلمة السحر تدخل الجسم وتدمر الجسم الاول وتجيب له الامراض اللي هتكلمنا عليها، وبعد كده تكلم على الجن. طبعا دايما نقول لك ان السحر يجيب لك اول ما يدخل جسمك بيأثر على الجهاز العصبي عندك، بيخليك ما بتنامش طول الليل ما فيش نوم، بيخليك تنام ساعة او اتنين في اليوم، بعد كده تصحى تروح شغلك الجهاز العصبي عندك 24 ساعة شغال، يوم واثنين وثلاثة وعشرة عايز ننام في الشغل، وانا سايق بنعمل حادثه، وانت ماشي شغلك مش مركز، وانت بتتكلم مع الناس عصبي، عايز ناخد عزله ونقعد في مكان لوحدي، الدوره مش مظبوطه عند البنت، اتاخر الخلفه عنها لان الهرمونات مش مظبوطه عندها، والغده عندها ما عادش مظبوطه، ابتدى عندها نزيف، بعد شويه عالجت النزيف ابتدت الدوره تتاخر، بعد كده المبايض ابتدت تضعف، بعد كده كل ده من ايه؟ ليه؟ واحد يقول لي انت بتتكلم كلام الطب، انا ما بتكلمش كلام طبي، انا بقول لك ان ده الواقع اللي بيعمله السحر في جسمك، ولازم نعالج ده الاول، عالجه عند الشيخ، عالجه عند الدكتور، عالجه عند اي حد الاول، عشان ما تقولش نروح للشيخ دي، لا عالجه في اي مكان، وبعد كده عالج الجن بالقران معاك. ان شاء الله المره الجايه نتكلم برضو على بعض الاعشاب وبعض الحاجات اللي بنعالج بيها، عشان لما تاخد حاجه من عند الشيخ تعرف ايه اللي انت واخده، وتعرف انت بتتعالج بايه بالظبط. نشكركم على حسن استماعكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.